انا طموحي بقى كمان اكتر من كده بكتير يعني. قول لي وفرحني. يعني ان شاء الله ان شاء الله في مشروع شغالين عليه، ان يبقى في ابلكيشن، من خلال الابلكيشن انت تختار مكانك في المسرح. الابلكيشن بيقول كده، اختار مكانك في المسرح. هيك تفتح الابلكيشن تلاقي 8 اماكن، ال8 اماكن دولت متوزعين في المسرح. فحضرتك في اي مكان في العالم عايز تتابع الفعاليات بتاعت مهرجان الموسيقى العربية، تتابع عمر خيرت، تتابع أي عرض من العروض اللي بتقدم على مسارح دار الأوبرا، فتقدر تختار المكان اللي انت هتقعد فيه. حضرتك أنا لو قاعد في المسرح كده أنا قدامي مشهد واحد بس، أنا ولو أنا فتحت الشاشة على الكرسي اللي أنا قاعد فيه فيبقى قدامي نفس المشهد، بس الفرق أن أنا أقدر أعمل زوم إن وزوم أوت. فرق ان انا اقدر اغير المكان ده، اروح في مكان تاني في المسرح تبقى الرؤيه فيه. يعني لو باليه مثلا دايما الكراسي العاليه او الدور اللي فوق بيبقى الرؤيه فيه طبعا افضل. مش كده وبس بقى، ده احنا هنوصل ان شاء الله ان احنا نحط كاميرا في نقطه مهمه جدا مش ممكن توصل لها حتى لو انت قاعد جوه. هنا النقطة اللي هي الكاميرا تبقى 360 درجة بفيرجوال، أو تقدر تتعامل يعني من غير نظارة أو بنظارة اللي هي الفي آر. الكاميرا دي بين المايسترو والعازفين. فحضرتك لو لابس مستحيل، لو أنا حاجز هنا هشوف الزاوية، فتبقى أنت لو لبست النظارة كده تبقى شايف العازفين، لو لفيت الناحية التانية تبقى شايف المايسترو من قدامه، بينك وبينه متر. ال عمر خيرت مثلا لو بيعزف والكاميرا على البيانو هتبقى جايبه تفاصيله وجايبه، فدي حتت مختلفه. انا بقى ان شاء الله المشروع شغال على ان ده يبقى متاح، وانك انت في اي مكان في العالم تقدر تتواصل مع العروض الفنيه الحقيقيه اللي بتقدمها دار الاوبرا المصريه. حلو قوي.